الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قد أوجب الله عز وجل على أهل العلم بيان الحق وعدم كتمانه، فقال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإحقاقا للحق وبيانا للحق الذي أوجبه الله عز وجل على أهل العلم، أبعثوا برسالة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أقول لهم: إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، أن اتقوا الله عز وجل في أمر هذه البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة. إن هذه البلاد قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس إقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت على أساسه هذه البلاد. وأختم برسالة إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ، أن اتق الله عز وجل فيما ولاك الله عز وجل أمره، اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا، اتق الله عز وجل في هذا الجيل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربما فهم البعض فهما خاطئا فيما ذكرته في كلامي ومقطع السابق، وأحب أن أوضح وأؤكد أن بلادنا وقيادتها وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء، أدام الله على بلادنا الخير وحفظها من كل مكروه وأبعد الله عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.